حفلة عشاء للحبايب في كل ملذ وطاب على حمام السباحة، يعني أكل فاخر من الآخر. صاحب الليلة فاجئهم بالشبشب ومفيش تورتاية ولا بلالين. إطلالة غريبة لمراته آيتن عامر عملت اللي محدش يتخيله، وفستان داليا البحيري زغلل العين وكراسي مذهبة. لقطات من حفل عيد ميلاد المنتج محمد فوزي جوز الفنانة وفاء عامر. إيه كواليس الحفلة؟ مين اللي حضر من الفنانين؟ إيه اللي عملته آيتن عامر؟ إزاي وفاء عامر كانت عفوية كده وعلى طبيعتها؟ تفاصيل كتير تعرفوها معايا في الفيديو ده، خليكم متابعين للآخر. الفنانة وفاء عامر عملت عيد ميلاد لجوزها المنتج محمد فوزي، قلب السوشيال ميديا كلها، والصغير قبل الكبير بيتكلم عنه. أصله غريب حبتين، اللي هو ما تعرفوش ده عيد ميلاد ولا حفل عشاء، حاجة تحير بصراحة وتخليك تفكر كتير وتقول هو اللي اختار عيد ميلاد ويتعامل بالشكل ده ولا وفاء هي اللي عملته. بس يا جماعة، وفاء عامر بتعشق المفاجآت، ده جوزها وأبو ابنها وعشرة العمر اللي واقف في ظهرها من أول ما بدأت مشوارها الفني، وعوضها عن أبوها اللي رحل وهي لسه صغيرة وشايلة مسؤولية إخواتها البنات. والحقيقة هو ما وقفش معاها هي وبس، لأ كمان مع أختها آيتن عامر. وعلشان كده وفاء ما قدرتش تعدي عيد ميلاد جوزها المنتج محمد فوزي عادي، وحبت تعمل له ليله على هواه، يعني تعمل كل اللي هو بيحبه. وتقريبا هي عارفه ان جوزها ملوش في الدوشه والمزيكا العاليه، فعلشان كده قررت تعمل الحفله في جنينه الفيلا بتاعتها علشان يكونوا براحتهم وبعيد عن دوشه الكافيهات والناس اللي ممكن تتلم عليهم. جابت كام ترابيزه وكراسي مذهبه وحطيتهم في وسط الجنينه قدام حمام السباحه، ما هو الجو حر ومحتاجين لشويه الهواء والطراوه بتوع بالليل. وعزمت الحبايب، ورغم ان منتج كبير ولاسمه والكل يتمنى يبقى موجود معايا وألف من يواجب ويعمل الصح كمان، ده غير ان وفاء عامله الواجب مع الكل، بس ما عزمتش غير اقرب الناس ليهم. من الوسط الفني حضرت داليا البحيري وجوزها واختها آيتن عامر وصحابهم بقى من خارج الوسط الفني. داليا البحيري لبست فستان اصفر فاقع وقصير تحت الركبه، وعملت ماتشنج مع سليبر بنفس اللون، وحاطت مكياج خفيف قوي، وجوزها لبس قميص ابيض على بنطلون بيج. اما الفنانه وفاء عامر فهي كانت على سنجة 10 ده عيد ميلاد الغالي، ولبست فستان غريب شويه مكشوف ولونه اصفر وكحلي وابيض، ومع كوتشي كان غريب شويه. بس انتوا عارفين ان وفاء عامر عفويه وعلى طبيعتها دايما، لزوم الماتشنج بقى مع جوزها اللي كان لابس قميص اصفر وشورت وشبشب اسود، ما هو قاعد في بيته واخد راحته. واتجمعوا كلهم وقعدوا على الترابيزه، وكان في مزيكا صوتها واطي قوي اللي هي تظبط المود مع الهوا، وقعدوا يهزروا ويضحكوا. وبعدها فضلت آيتن عامر تغني لهم ويسقفوا، ما كانش في تورتاي ولا شموع ولا بلالين. وفجاه قامت مسكت التليفون بتاعها وعملت تيك توك فرحانه انها بتحتفل بعيد ميلاد جوز اختها الجدع ابن الاصول اللي كتفه في كتفها. وبعد ما خلصوا اخدوا كام صوره مع بعض للذكرى، ده غير انها هنيته بعيد ميلاده على حسابها في انستجرام، واللي عملته كده كمان داليا البحيري.